السلام عليكم. التوثيق هو مرحلة التسجيل الدقيق للتفاصيل والوقائع والأحداث والأدلة المخالفة لأحكام وقواعد قانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. هكذا تتحدث الأعراف الإنسانية إذا ما تعلق الأمر بتوثيق الانتهاكات وحفظ الذاكرة. في زمن الحرب والانقلاب الحاجة إلى الرصد والتوثيق مهمة على كافة الأصعدة، من بينها حفظ ذاكرة الشعب وجبر الضرر وإعادة الإعمار. توثيق الجرائم والدمار في المناطق المحررة قبل أي ترميم خطوة مهمة جدا نحو العدالة الانتقالية المستقبلية، ونقطة مهمة في كشف الحقيقة لمعرفتها. الدمار وفقدان الحياة والانتهاكات بشكل عام تحتاج إلى التوثيق وأدواته. السلطات المحلية ووسائل الإعلام هنا يجب أن يكون لها الدور البارز في الإسهام والتسهيل لتدوين الذاكرة وحفظها. رصد وتوثيق وتحريز الدمار قبل جرفه يمثل قيمة قانونية وتاريخية لهذه الشواهد، وحقا مستقبليا لذاكرة الأجيال القادمة والتاريخ المدني والسياسي للبلد. وهنا نتساءل، هل الوعي بحفظ الذاكرة والرصد والتوثيق حاضر لدى الشرعية وقيادات السياسية والعسكرية؟ هل تركيز الميليشيا على الإعلاميين والحقوقيين وقتل العديد من المصورين الصحفيين يأتي في إطار الحرب على الذاكرة؟ وماذا عن دور اللجان الحقوقية ومراكز التوثيق في حفظ الذاكرة الشعبية؟ حول ذلك ستكون حلقة اليوم من المساء اليمني مع ضيفنا الناشط الحقوقي والصحفي الأستاذ محمد الأحمد. أهلا بك أستاذ محمد. أهلا بكم ورحمة. نبدأ النقاش بعد متابعة هذا التقرير. لم تنتهي الحرب ولم تسكت أصوات القذائف في سماء تعز وأحيائها، ورغم الموت الجائل في أحياء هذه المدينة، إلا أن هاجس ما بعد الحرب يظهر من بين ركام الدمار وغبار المعارك. هذا الدمار الواسع الذي طال مدينة تعز ومنشآتها العامة والخاصة وأسواقها، مبان سقط على سكانها قذائف الميليشيا لتحولها إلى ركام. يرى الكثيرون ضرورة إعادة إعمار المدن التي دمرتها الحرب، وهناك تحذيرات كثيرة أطلقها مراقبون حول ضرورة تحريز الدمار وتوثيقه عبر لجان مختصة من قبل السلطة المحلية أو المنظمات المعنية أو وسائل الإعلام لتوثيق الأضرار في القرى والمدن والأحياء التي تتعرض للقصف وتقييم حجم الدمار بشكل فني وتقدير الكلفة المالية والجنائية والتاريخية، سواء للمنشآت العامة أو الخاصة أو الأثرية، قبل أي عملية لإزالة ما خلفته الحرب أو عملية ترميم وإصلاح. ليس لكشف جرائم الميليشيا أمام العالم وتكوين قاعدة معلوماتية وحسب، بل وتوثيقها كشواهد على حرب وإرشيف مضخم بالأوجاع وصور الدمار. يظل هذا الدمار خير شاهد على وحشية الميليشيا التي مرت ولم تخلف غير هذا الركام والخراب، وتظل أهمية حفظ الذاكرة وتوثيق كامل الانتهاكات خطوة مهمة لا تقل أهمية عن المقاومة والاستبسال في سبيل إسقاط الانقلاب واستعادة الدولة. أجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام وبضيوفي الذين سينضمون إلينا تباعا. أستاذ محمد، لنبدأ من الأهمية التي يعني ترتكز عليها موضوعية رصد وتوثيق الدمار قبل جرفه. يعني هناك حالات جرف للأماكن التي تتم فيها المواجهات أو يكون فيها الدمار، لكن لماذا يجب علينا الرصد قبل هذا الجرف؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لك وللمشاهدين الأعزاء ولقناة بلقيس أيضا على الاهتمام دائما وتسليط الأضواء على الزوايا غير المرئية في هذه الحرب والدمار وما تخلفه من دمار. أولا أود الإشارة إلى أن مسألة الآثار الناجمة عن الحرب الدائرة في اليمن، يعني هناك جانبان لآثر هذه الحرب. أولا الجانب المادي وهو الجانب المنظور الآن على الأقل، ويتعلق بالقتل، يعني يشمل الإنسان، يعني قتل، تعذيب، إخفاء قسري، اعتقالات وما إلى ذلك. أيضا الجانب من الجوانب المادية البنية التحتية للمجتمع، وتشمل البنية الخاصة بالخدمات الأساسية والتي تم تدميرها، أو يعني قطاع واسع منها. الجانب الآخر، هذا الجانب المادي. أما الجانب الآخر المعنوي وهو يتعلق في الحقيقة بالأضرار النفسية الناجمة عن الحرب وإفرازاتها، سواء على الفرد
أو على المجتمع، وخاصة بالنسبة للفئات الضعيفة كالنساء والأطفال؟ وشاهدنا على الأقل في صراعات سابقة أثر كبيرة كارثية على الأطفال وعلى النساء في مناطق التي شهدت نزاعات مسلحة، تحديدا أقصد في اليمن. يعني هذه الأثر النفسية يعني هي جزء من الأثر التي لا ينظر إليها على الأقل في الوقت الراهن. أهمية الرصد، أولا هناك عدة مراحل لمسألة حفظ الذاكرة اليمنية فيما يتعلق بالحرب وآثارها ونتائجها. تبدأ بمرحلة الرصد وهي المرحلة الأولية أو التوثيق المبدئي للانتهاكات، مرورا بتقصي الحقائق وجمع المعلومات والاستقصاء بشأنها، ثم التوثيق النهائي وهو بناء سجل متكامل لانتهاكات حقوق الإنسان. هذا السجل أولا أهميته تكمن في حفظ ذاكرة الأجيال إزاء هذه الحرب، والمسألة الثانية هي معاقبة الفاعلين أو مرتكبي جرائم انتهاكات بحق حقوق الإنسان، والمسألة الأخرى أيضا أن يكون أساس لأي مرحلة انتقالية للعدالة الانتقالية في أي مرحلة مقبلة لبناء الدولة اليمنية والحكم الرشيد في البلد. وبالتالي مسألة تدوين وتوثيق ورصد وتقصي حقائق إزاء الانتهاكات هي مسألة في غاية الأهمية، ويجب أن تكون هناك استراتيجية في الحقيقة للحكومة الشرعية وللتحالف العربي تحديدا، لأنه شاهدنا نوعا من الضعف في أداء السلطة الشرعية في اليمن وحتى التحالف العربي فيما يتعلق بالملفات حقوق الإنسان مقابل جهود كبيرة ومدروسة بعناية. صحيح أنها تنطوي على المغالطات وعلى التضليل بالنسبة لطرف الانقلابيين في اليمن، ولكن هناك ترتيب جيد لمسألة التعاطي مع ملفات حقوق الإنسان ومعرفة أدوات يعني كيف يتم الشغل عليها، كيف يتم الشغل عليها نعم في سياق تضليل الرأي العام الدولي، أو على الأقل محاولة المقايضة على هذه الانتهاكات للحصول يعني للحصول على مكاسب سياسية مستقبلا، أو محاولة تمييع قضايا الحقوقية في هذا السياق. وبالتالي أعود وأقول بأن مسألة الرصد وتدوين لهذه الانتهاكات والتوثيق وتحريز أيضا الأماكن التي شهدت أو التي طالتها عمليات التخريب والدمار مهم جدا لحفظ ذاكرة الأجيال إزاء هذه الحرب العدوانية الشرسة التي طالت المجتمع اليمني وتسببت بأضرار كبيرة مادية ومعنوية كما أشرت. ثم بعد ذلك أيضا مهمة جدا لأنها عملية توثيق وبناء سجل حقوقي لهذه الحرب وتداعياتها وآثارها وإفرازاتها، ينبني عليه قضايا مهمة كبيرة. أولا يعني إن حاولنا الدخول في بعض التفاصيل، أنه يعني أولا محاولة تجريم المفاهيم السلالية والعنصرية التي أفرزت هذه الحرب وأدت إلى هذا العدوان الذي تشنه ميليشيات الانقلاب في اليمن إزاء المجتمع والإنسان واليمني. وبالتالي ثم بعد ذلك ملاحقة العناصر والأفراد والزعامات والقيادات التي كان لها ضلع كبير في إصدار الأوامر لانتهاكات حقوق الإنسان، سواء في ما يتعلق بتدمير البنى التحتية والأماكن والقصف العشوائي وغير ذلك، أو ما يتعلق أيضا بالقتل والاستهداف للأعيان المدنية بشكل عام. طيب أستاذ محمد، سنعود إلى مناقشة هذه النقاط، لكن تنضم لنا الآن المتحدثة باسم اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات حقوق الإنسان الأستاذة إشراق المقطري. مساء الخير سيدة إشراق. مساء النور. موضوع توثيق وحفظ الذاكرة والرصد لهذه المشاهد، هل يعني مشاهد الدمار وآثارها في سواء تعز في عدم في جميع المحافظات التي شهدتها حرب الانقلابيين، هل هو حاضر بشكل كبير لدى يعني اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات حقوق الإنسان، وما هي مظاهر هذا الحضور؟ طبعا
بالنسبه لمساله توثيق الدمار والاستهداف للاعيان المدنيه والممتلكات اضافه الى الثقافيه وغيرها، هي من ضمن اهداف الرغم تبعا في وهي للتحقيق في حقوق الانسان. هذا المهمه طبعا الراسمين في كل محافظات الجمهوريه. أستاذ إشراق، هناك إشكالية في الصوت، سنحاول التواصل معك مجددا. أعود في غضون ذلك الأستاذ محمد. أستاذ محمد، كنت تتحدث على الأهمية لحفظ الذاكرة، لكن الآن هناك نشهد في بعض الأماكن عملية تجريف لأماكن الدمار، هناك نوع من يعني محاولة استعادة الحياة في هذه المواقع قبل عملية الرصد، هل هذا الأمر خطير؟ كيف يمكن تجاوزه؟ فعلا المسألة خطيرة. أحيانا الحديث مثلا عن إعادة الإعمار قبل توثيق أماكن التي طالتها عمليات الدمار، يفترض أولا أن تبدأ عملية توثيق لأماكن الدمار بشكل جيد، سواء من خلال الصور أو الفيديو أو تقارير لجان تقصي الحقائق، سواء اللجنة الوطنية التي لها جهود في الحقيقة مشكورة وتستحق الدعم والمساندة، أو من خلال أيضا مبادرات لمنظمات المجتمع المدني المحلية، أو حتى للسكان المحليين بشكل طوعي ومبادرات ذاتية للقيام بتوثيق أماكن القصف أو الأماكن الدمار أو الأماكن التي طالتها عمليات التدمير والخراب، سواء بالفيديو كما قلت أو من خلال التصوير، وأيضا مع تدوين شهادات للضحايا أو أقارب الضحايا والاحتفاظ بهذه الشهادات كدليل أو كجزء، بالإضافة أيضا إلى مسألة التقارير الطبية، كذلك التقارير الطبية أو تقارير الجهات المعنية بتقصي الحقائق وتحريز الأدلة الجنائية. طيب هذا الأمر كم يأخذ من الوقت قبل أن يعود مثلا، يعني هناك من يقصف بيته هنا، هذا لديه احتياج للسكن في هذا البيت، كم من الوقت يحتاج أمر التوثيق والرصد حتى يعني تستمر الحياة كما كانت عليه؟ هي المسألة في الحقيقة نسبية، يعني في بعض الأماكن التي تطالها عمليات التدمير والقصف والتجريف، يعني كقصف منازل سكان محليين أو ما أشبه ذلك، هذه يمكن يعني توثيق هذه الأماكن وتصويرها، ويمكن حتى أيضا تحريز بعض المقتنيات الخاصة بالأطفال والنساء التي يعني، وهناك في الحقيقة قصص وحالات مؤلمة جدا شاهدناها سواء في تعز أو في مناطق جنوب اليمن في عدن بعد تحريرها، وبالتالي يفترض أن يكون هناك إسراع في عملية توثيق ولو بشكل مبدئي بالصور والفيديو وشهادات الضحايا. طيب، لهذه الأماكن. طيب سنتحدث عن هذه الشواهد بشكل أكبر ولربما تعطينا أمثلة، لكن قبل ذلك ينضم لنا الآن وكيل محافظة تعز الأستاذ رشاد الأكحلي. مساء الخير سيد رشاد. مساء النور أستاذ رشاد. أنتم في السلطة المحلية، هل هناك مساندة لفرق الرصد والتوثيق لتسجيل ما يحدث من دمار للأماكن، يعني تسجيل ما يحدث من انتهاكات يعني للإنسان وكذلك للأرض التي يعني تمر عليها آلات الانقلاب؟ أستاذ رشاد. أيوة معك. نعم، كنت أسألك حول ما هي جهود السلطة المحلية في تسهيل مهمة الراصدين للانتهاكات التي تحدث في تعز وكذلك لتوثيق الدمار الذي يلحق بالمدينة؟ أستاذ رشاد هل تسمعني؟ أيوة سمعتك يا أستاذ. تفضلوا. مساء الخير. نحن في السلطة المحلية ربما حريصين على مسألة الرصد التي تقوم فيها اللجنة الوطنية، وأخواننا في اللجنة الوطنية يقوم بدور ممتاز، ونحن على نقوم بتدريس صعوبات فيها. التواصل حتى الآن ليس بالشكل اللي هو بالشكل المطلوب الذي، لكن أنا أعتقد أنه في التواصل مع اللجنة بما يقومون فيها، ونحن مع المحامين أيضا
على اتصال، لأن مسألة الرصد زي ما قال أخينا المحامي بأنه لا يمكن أن تقوم بمسألة إصلاحات أو مسألة الإجراءات التي يمكن تعيد فيها السلطة المحلية إعادة تأهيل هذه المباني وهذا الدمار إلا بعد إجراء تقرير كامل شامل من خلال هذه اللجنة التي يتم توثيقه، وبالتالي نكون على دراية بما حصل من تدمير كامل بالمحافظة. طيب، هل هناك عملية تحريز للأماكن التي تدمر قبل ترميمها، خصوصا مؤسسات الدولة؟ لم نبدأ بعد، لم نبدأ. أنا ما سمعت شيء. أستاذ رشاد، سألتك عن تحريز الأماكن أو يعني إبقائها كما هي إلى أن توثق قبل إعادة الترميم، وكذلك يعني خصوصا مؤسسات الدولة التي تضررت بفعل قصف الميليشيات الانقلابية. حتى الآن لم يتم التحريز بالشكل اللي تتوقعه أنت، لكن نحن نقول إنه التحريز سوف يتم في بالتعاون مع هذه اللجنة بالوصول إلى ما تمت حول مسألة الانتهاكات اللي تمت وبحسب التدمير. هناك لجان هندسية أيضا موجودة وعلى تواصل مع السلطة المحلية بما يتصل بالتدمير الحاصل لهذه المنشآت، حتى ما يتصل بتنظيف الشوارع الموجودة. نحن الآن بصدد عدم المسألة بما حصل من تدمير، نحن تنظيف المدينة بما يتصل بالنفايات، بما يتصل بالمخلفات، بما يتصل بالقضايا، لكن ما يتصل بما حصل من تدمير نحن حريصين أن يظل كما هو عشان تكون التقارير واضحة ومحددة بما حصل من تدمير على حقيقته في محافظة تعز. طيب، هذا الأمر يستدعي وجود أماكن بديلة للناس الذين يعني شهدت بيوتهم وممتلكاتهم قصفا من قبل الحوثيين أو الانقلابيين بشكل عام. هل هذا الأمر يعني يتم التنبه له أثناء هذه العملية؟ هل يتم يعني إيجاد مساكن للمتضررين من الناس؟ أنا أعتقد ألو نعم أستاذ رشاد، نسمع. أنا أعتقد أنه لم يحصل بشكل كامل، حصل بشكل جزئي، لكن لم يحقق حقيقة الإيواء الكامل للناس. أنا أعتقد أنه بالفكرة التي طرحتها ليس نحن الآن غير قادرين على إيجاد أماكن بديلة للمتضررين خصوصا، وإن توسع المدينة اليوم بعد أن تم تطهيرها من جماعة الحوثي الصالح تمدد المدينة بشكل أكبر وعودة الناس المتوقع بشكل أكثر، هذا يتطلب أنه كيف نوجد أماكن بديلة لأماكن الناس أو أن يتم خطة سريعة لإعادة ترميم وإصلاح ما دمرته الحرب. طيب، هل ثمت قاعدة بيانات لديكم كسلطة محلية تتعلق بآثار الدمار، طبيعة الانتهاكات، مداها؟ أنا قلت في لقاء سابق أنه عندنا من البيانات. تفضل. أنا قلت في اللقاء سابق أنه عندنا بيانات، مجمع من البيانات التي موجودة وهي لم تكتمل بعد، لكن بصورتها النهائية بالتأكيد سوف يكون جاهزة عندنا. أشكرك وكيل محافظة تعز الأستاذ رشاد الأكحلي، كنت معنا عبر الهاتف من تعز. هناك صعوبات أستاذ محمد في توفير البيئة المناسبة لفرق الرصد والتوثيق، وربما هي طبيعية بسبب وجود يعني حصول هذه الحرب واستمرارها على المدنيين، لكن الآن كيف يمكن تجاوز هذه الإشكالات لفرق الرصد؟ ما هي الإشكالات الأخرى التي تواجههم، خصوصا وأنهم يعني يعملون الآن، نحن نتحدث عن بيئة مساعدة يعني أو سلطات مساعدة تتحرك بمساعدتها كما تحدث في تعز مثلا، لكن هناك أماكن أخرى لا يتحرك فيها الراصدون بشكل مناسب، كيف يمكن مساعدته؟ في الحقيقة أولا أخي العزيز دعني أقول لك أنه للأسف هناك بالفعل تحديات كبيرة، ليس فقط أمام اللجنة الوطنية المكلفة بتقصي الحقائق إزاء انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، ولكن أيضا تحديات كبيرة أمام السلطات المحلية، ليس فقط ما يتعلق بتوثيق آثار الدمار والحرب سواء في الجانب المادي أو المعنوي، يعني أقصد حتى بالنسبة للجانب الإنساني أو في جانب الدمار في البنية التحتية، ولكن أيضا حتى على مستوى تسيير الشؤون الإدارية لمناطق الواقعة تحت سيطرة السلطات الشرعية
والمشكلة الكبيرة هو أنه بقاء الموارد الدولة بأيدي الميليشيات طيلة الفترة الماضية السنتين من عمر الانقلاب جعل السلطات الشرعية يعني عاجزة أو مشلولة عن العمل وعن إدارة هذه المناطق بسبب أن كل موارد الدولة كانت تحت يد السلطات الانقلابية، وبالتالي هذا خلق مشكلة كبيرة أولا في مسألة إيجاد بدائل وحلول للكوارث الناجمة عن الحرب، سواء نزوح الأهالي أو إيجاد أماكن بديلة لهم للإيواء، أو فيما يتعلق حتى أيضا بمسألة إرسال فرق ميدانية لتوثيق الانتهاكات أو حتى لمساندة أيضا الفرق اللجنة الوطنية المكلفة بتقصي الحقائق إذا مسألة انتهاكات حقوق الإنسان. يفترض في الحقيقة أنه طالما أن هذه المعركة أساسا في اليمن هي معركة ليست معركة اليمنيين وحدهم، ولكنها أيضا معركة المحيط الإقليمي، وبالتالي يفترض أن يكون للتحالف العربي جهود ليس فقط على المقتصرة على الجانب العسكري، ولكن أيضا على مستوى الملفات الحقوقية والسياسية والدعم اللوجستي أيضا للسلطات المحلية. أيضا كان هناك إشكالية بالنسبة لي المناطق التي تحررت من قبضة الميليشيات خصوصا في الجنوب، التحدي الأكبر هو الجانب الأمني وتدابير لمحاولة استتباب الأمر في هذه المناطق، أيضا ظهور للأسف يعني بعض المشاريع الصغيرة التي أعاقت عودة الدولة وسيادة القانون إلى هذه المناطق، وبالتالي طيب سنتعرف على هذه الأمور بشكل أكبر، لكن دعنا نذهب إلى فاصل قصير، بعده مشاهدينا نستكمل الحوار مع ضيوفنا، ابقوا معنا. أهلا بكم جديد مشاهدينا الكرام. تعود لنا السيدة إشراق المقطري المتحدثة باسم اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، أهلا بك مجددا أستاذ إشراق. تحدث السيد رشاد الأكحلي على أن السلطة المحلية تحاول تذليل الصعوبات لكم في اللجنة، ما هي الإشكالات التي تواجهكم كفرق عمل كراصدين يعني هل هناك احتياجات لدعم لوجستي أو ما شابه؟ بالنسبة لمحافظة تعز يعني ربما هي فرصة بأن نشكر بالفعل السلطة المحلية كاملة بأنها بالفعل قدمت تسهيلات ومتعاونة كثير في مسألة المساعدة في فتح فرع للجنة الوطنية أو مكتب اللجنة الوطنية في تعز، إضافة إلى التسهيل للراصدين بوصولهم إلى المناطق التي وقعت فيها الكثير من الانتهاكات. أيضا التجاوب من قبل السلطة المحلية في مسألة مخاطباتنا وكتاباتنا في موضوع عدم المساس في آثار الحرب أو مخلفات الحرب لكي تستطيع اللجنة الوصول إلى الأشياء المادية المرتبطة بالأدلة والمقذوفات ووقائع المكان. فبالنسبة لمحافظة تعز ربما لا نجد صعوبة، صعوبة هي في المناطق التي تسيطر عليها ربما جماعة الحوثي وقوات صالح، والذي طبعا حاولنا أيضا تجاوز هذه الصعوبات بالوصول عبر الراصدين الذين لديهم قدرة على التحرك لتلك المديريات. كيف كان التعامل؟ ربما تواجهنا أيضا في محافظات أخرى، ونتمنى أيضا من البقية التعاون مع أعضاء اللجنة ومع الراصدين في السماح لهم في رصد وتوثيق كافة الانتهاكات التي حدثت في المديريات والأحياء كي نستطيع أن بالفعل أن نجهز أو نعيد ملف قانوني حقيقي ينصف الضحايا ويمنع تكرار مثل هذه الجرائم. لكن هناك تحديث عن صعوبة يعني شمل كل الانتهاكات التي حدثت في إطار تقارير حقوقية، هل هذا الأمر صحيح أستاذ إشراق؟ وكذلك ما مدى قدرة اللجنة الوطنية واستعدادها لشمل كل يعني الانتهاكات بالتوثيق، لشمل كل مواقع الدمار بالتوثيق أيضا وعمليات التحريز وما شابه؟ ربما جزء مما تذكره صحيحا بأنه مسألة اتساع الانتهاكات كثافتها عددها الكبير والمهول الذي وقع على سيما في خلال العامين 2015-2016 ووصل إلى عدد كبير من الانتهاكات، أنواع مختلفة من الانتهاكات طالت اليمنيين، تدمير تفجير منازل، زرع ألغام، المساس بالحياة
واستهداف المدنيين أنواع كثيرة ومتعددة، فربما الوقت غير كافي لأن يتم رصدها بشكل سريع وبشكل مهني، لكن الأمر يحتاج كما ذكرت لتعاون جهات أخرى. مطلوب منظمات المجتمع المدني أن تتعاون مع اللجنة، اللجنة حاول قدر الإمكان في الفترة الأخيرة كما تلاحظون تكثيف عمليات النزول لكافة المحافظات للوصول إلى أكبر قدر من الانتهاكات ومعاينة الانتهاكات. يعني بالأمس كنا في البيضاء والزملاء اليوم عادوا من محافظة الضالع ومن مناطق خط التماس في منطقة ديمت ومريس. الأسبوع هذا بإذن الله سوف نكون في تعز، والأسبوع القادم ربما فيما بعد سنكون في مأرب، وبالتالي العدد الكبير من الانتهاكات واتساع كما ذكرت رقعة الانتهاكات مع استمرار أيضا هذه الانتهاكات ربما هو عبء أكبر على اللجنة وراصديها ومحققيها وأعضائها، لكن باعتقادي هو أيضا تحدي أكبر لجنة يضاف وفرصة أيضا لبقية الجهات منظمات المجتمع المدني المهتمة، بقية المؤسسات الوطنية، مكاتب الصحة، مكاتب التعليم، جميعها عليها أيضا يعني توفير مثل هذه المعلومات رفدها للجنة. أعتقد بهذا سوف يسهل كثير، لكن مهمة اللجنة هي الوصول إلى جميع الانتهاكات. قد طيب. ممكن بأن تكون غالبية الانتهاكات تم رصدها وتوثيقها ثم التحقيق بها. يعني هل لي أن أسألك أستاذ إشراق عن عدد الطاقم الذي يندرج تحت إطار اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان؟ نعم عزيزي، الطاقم الحالي والذي نحن طبعا طموحين بأن يتسع خلال خطة اللجنة خلال هذا العام 2016-2017، حاليا لدينا قرابة 30 راصد في كل محافظة الجمهورية، لا سيما في المحافظات التي تشهد نزاع وتشهد حرب ووقوع انتهاكات وضحايا. لدينا أيضا 9 حاليا محققين من أعضاء النيابة والمختصين في المجال القانوني من المحامين مساعدين هم لأعضاء اللجنة. لدينا أيضا 9 أعضاء اللجنة. لدينا أيضا طاقم فني وإداري في داخل اللجنة يصل عدده تقريبا إلى 30 موظف وموظفة يقومون بعملية الأرشفة ومركز معلومات الضحايا واستقبال أيضا المبلغين والشهود وغيره. بالتالي الطاقم لا بأس به، لكن كما ذكرت هو طاقم بسيط بالمقارنة للعدد الكبير الانتهاكات وللمهام الكبير الذي يجب أن تقوم بها اللجنة والطموح الذي وضع أيضا في خطتها خلال هذا العام وتجاوز الصعوبات التي كانت في العام السابق. أشكرك أستاذ إشراق المقطري، عضو اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، كنت معنا عبر الهاتف من تعز. بالعودة إليك أستاذ محمد، المهمة كبيرة، هناك صعوبات حتى في يعني الوصول للأماكن التي يتم التي يحدث لها دمار يعني على اتساعها في الجمهورية اليمنية. هذا الأمر كيف يمكن تجاوزه لي يعني مجتمعيا من قبل وسائل الإعلام، من قبل الناس الذين انتهكوا يعني انتهكت يعني حقوقهم ودمرت بيوتهم، كيف يمكن تجاوزه للوصول لحالات يعني في الأخير يعني عدالة للكل للجميع؟ في الحقيقة أولا أخي العزيز اسمح لي أن أتقدم بالشكر الكبير بالفعل لطاقم اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، وهم يبذلون جهودا كبيرة رغم بالفعل هذه التحديات التي أشرت إليها ورغم أيضا محاولات الطعن والتشويش على عمل هذه اللجنة بفعل ممارسات التضليل كما أشرت للشبكة الناعمة للميليشيات الانقلابية وتقاريرها المضللة للمنظمات الدولية والهيئات. ولكن في كل الأحوال هذه اللجنة هي يعني جاءت بقرار من مجلس حقوق الإنسان لا ننسى التابع للأمم المتحدة، وبالتالي مهمتها كبيرة وجسيمة وتستند إلى مشروعية دولية كبيرة، والجميع يترقب مخرجات هذه اللجنة بفارغ الصبر. ربما على المدى القريب والمتوسط يكون لها تقارير معينة، لكن على المدى البعيد ستنجح اللجنة بالتأكيد بجهودها وهمة الطاقم العامل في اللجنة في إعداد ملفات لمحاكمة المرتكبي جرائم حقوق الإنسان في اليمن أمام القضاء المحلي بعد استعادة الدولة وإعادة تفعيل نظام العدالة في اليمن، أو حتى على مستوى ملاحقة هؤلاء المجرمين على المستوى الدولي والقضاء الدولي. مسألة كيف يمكن تجاوز هذه التحديات التي تواجهها اللجنة المكلفة أو المعنية بتقصي الحقائق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، أولا يجب أن يكون هناك اهتمام كبير للسلطات
المحلية لدعم ومساندة هذه اللجنة وفرقها في المحافظات وفي القرى وفي المناطق، وتوفير الحماية اللازمة لهم ومساندتهم أيضا بالمعلومات، أيضا على المنظمات غير الحكومية وخصوصا الهلال الأحمر اليمني، لأنه معني أيضا أو هناك لديه معلومات كثيرة فيما يتعلق ب هذا الجانب، في هذا الجانب، الجانب الإنساني والضحايا وما إلى ذلك. وأيضا المسؤولين في المستشفيات الخاصة والحكومية يجب عليهم دعم ومساندة فرق اللجنة بالتقارير الطبية والمعلومات والسجلات الموجودة لديهم. أيضا بالنسبة لمكاتب الصحة كما أشارت الزميلة إشراق، وأيضا المكاتب التعليمية، و حتى أيضا بالنسبة لوزارة الثقافة، مكاتب الثقافة للإعلاميين ومكاتب الإعلام في يعني المحافظات، هل يأخذ كل هذه هل لديهم معلومات بالتقارير الإعلامية في عملية رصد كتأكيد أو كعمليات أولية لنقل، وما مدى اعتماد هكذا تقارير على يعني على ما يجري في وسائل الإعلام ويتم التناول فيه، وما مدى يعني قوته في ميزان المحاكمات في المستقبل؟ كل معلومة فيما يتعلق بجمع بالتقصي والرصد وتدوين وتوثيق جرائم انتهاكات حقوق الإنسان هي مهمة بحد ذاتها. المعلومة نعرف أولا وللتوضيح للمشاهدين وللآخرين ربما بحكم التجربة المتواضعة لعملية الرصد وأحيانا خلال سنوات العمل في اليمن، يعني هناك أدوات أو وسائل مباشرة للحصول على المعلومات فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان. الوسائل هذه المباشرة هم الضحايا أو أقارب الضحايا، الشهود، الوثائق، التقارير الطبية، تقارير الجهات الحكومية بشكل عام، تقارير اللجان البرلمانية، كل هذه هي أدوات يعني مباشرة. يعني هناك أدوات أيضا أخرى غير مباشرة لجمع المعلومات، مثل الإعلام، وسائل الإعلام والجمهور الذين يتداولون أيضا بعض المعلومات. لكن في كل الأحوال تظل هذه المعلومات قيد الفحص والتدقيق من طرف المختصين في لجان التحقيق، يجب إعادة النظر في كل معلومة وتوثيقها وإسنادها، سواء بوثائق يعني تؤكد هذه الحادثة أو الواقعة، أو بشهادة شهود عيان، أو بشهادة الضحايا أنفسهم، أو حتى أيضا بمساندتها بالصور والفيديوهات التي تؤكد هذه الواقعة أو الحادثة. طيب ينضم لنا الآن أستاذ محمد المحامي محمد ألبان من عدن. مساء الخير سيد محمد. مساء النور. أهلا بك أستاذ محمد. عملية الرصد والتوثيق ربما هي صعبة أكثر في أماكن التي لا زالت تشهد الكثير من الانتهاكات من قبل الميليشيات وغيرها. الآن في محافظات مثل عدن ولحج، ما مدى وصول هذه العملية إلى مراحل متقدمة لتوثيق أماكن الدمار وكذلك توثيق انتهاكات حقوق الإنسان الأخرى؟ أقول بسم الله الرحمن الرحيم، شكر خاص لك أخي العزيز ولجميع الزملاء والقناة بلقيس. بالنسبة للموضوع الرصد والتوثيق أثناء الحرب، فإن نفس الآلية متبعة ما يتبعه المنظمات الأخرى، وقد تطرق في هذا الموضوع زميلنا محمد الأحمدي ولا أريد أن أكررها. ولكن بالنسبة لما بعد الحرب فهناك آثار سلبية، سواء كانت للإنسان أو للبنية التحتية. أما بالنسبة للإنسان فإنها يتمثل ذلك في فقد الأسرة، مثلا عائلها الوحيد، أو أنها تمر بعض سواء كان الإنسان أو الأطفال آثار نفسية. ونحن هنا في عدن فهناك معالجات حكومية لهذه الآثار النفسية، وهناك معالجات أيضا تقوم بها منظمات المجتمع المدني. طيب ما هي هذه يعني العمليات التي يتم فيها معالجة نفسية، وكذلك ما مدى
يعني كبر هذه الحالات أو كثرة عددها؟ يعني أعطينا أرقاما أستاذ محمد. والله ما مش عندنا أرقام معينة، فمعروف أنها الحرب تسبب أزمات وآثار نفسية سواء كان في الكبار أو عند الأطفال. فبالنسبة لنا احنا هنا في محافظة عدن، فبالنسبة للأطفال خصوصا في بعض مديريات عدن مثل مديرية صيرة، فقد استعان مجلس عدن الوطني بمنظمة تي بي اس للحلول الإبداعية وعملت للأطفال 6 دورات، وهذه الدورة الواحدة كانت مدتها 5 أيام بعنوان تفادي الصدمات ورفع المعنويات ما بعد الحرب. وقد استفاد منها الأطفال فائدة كبيرة، فكانوا بعد الحرب مباشرة يحلموا الأطفال بأشياء مزعجة، فهذه الدورات أسهمت في تهدئتهم نفسيا. نعم. طيب بشكل عام هل هناك تسهيل من جانب السلطات المختصة في المحافظات المحررة سواء عدن أو لهجة أو غيرها لهذا الجانب؟ ما مدى تفاعل المنظمات الدولية وكذلك المنظمات التي يعني تشهد دعما من التحالف العربي بداخل هذه المحافظات للمنظمات المحلية التي هي يعني تصل ميدانيا لهذه الانتهاكات؟ والله بالنسبة للجانب الحكومي فهناك معالجات لبعض المباني المدمرة، فمثلا فرع وزارة فرع عدن لوزارة الأشغال كلف عدد كبير من المهندسين والاستشاريين ومهندسين جدد ومهندسين متطوعين، وقاموا في مديرية صيرة في منطقة الخساف والعيدروس والغطيع، نزلوا البيوت وحصروا الأضرار، وسواء كانت هذه المباني مهدمة كاملا أو مهدمة جزئيا، وسلمت هذه الاستمارات لفرع وزارة الإنشاءات والتصاميم والإشراف والكميات، وأدركت في الكمبيوتر إلى أين تبدأ المعالجات الفعلية وتنزل الميزانية، سيتم نقل ذلك على الواقع. طيب هل هناك وعي مجتمعي أستاذ محمد لدى الناس بأهمية هذا الرصد والتوثيق؟ هل هناك مظاهر أو رسائل إعلامية تصل إليهم تعزز هذا المفهوم؟ والمنظمات المجتمع المدني بين حين وآخر تعقد كثير من الدورات، وهذه الدورات تسهم في رفع الوعي سواء كان لأفراد الشرطة أو لأئمة المساجد أو لرواد المساجد أو للمواطنين، وهذا مما يسهم في رفع وعي المواطن. إذا أشكرك جزيل الشكر المحامي محمد البان، كنت معنا عبر الهاتف من عدن. أعود إلى الأستاذ محمد الأحمد. أستاذ محمد، هل تشكل وعي كافي لدى الإنسان اليمني لدى المواطن البسيط لأهمية الصورة، أهمية عملية التوثيق لحفاظ على حقه في المستقبل؟ هل يؤمن الناس بهذه الفكرة أم أن الأمر ليس بالقدر، أو يعني وصول هذا الأمر للناس ليس بالقدر الكافي؟ يعني في الحقيقة أخي العزيز، إلى حد ما منذ أحداث الثورة الشعبية السلمية في 2011 ارتقى الوعي المدني والسياسي بشكل كبير لدى المواطن اليمني ورجل الشارع العادي بمسألة التوثيق والرصد والجانب الحقوقي بشكل كبير، ولكن مع كارثة الانقلاب في اليمن وتفشي الانتهاكات بشكل مهول كما أشارت الأخت إشراق المقطري، بالفعل جعلت المواطن اليمني يقف مذهولا، بل حتى بعض المنظمات الحقوقية، وبسبب أيضا حتى القمع الوحشي والمستمر للصوت الآخر لوسائل الإعلام للشهود واستهدافهم بشكل ممنهج، اختطف صحفيون وتم وضعهم دروعا بشرية وآخرون يعانون ويلات التعذيب في السجون، وأيضا أغلقت منظمات الحقوقية ولم تعد تعمل في مناطق سيطرة الميليشيات الانقلابية سوى المنظمات التي تعمل بشروط هذه الميليشيات وتحت سقف مطالبها ومشروعها السياسي والعسكري، وعملت على عسكرة كل مظاهر الحياة. وبالتالي
هناك ارتفاع بالفعل إلى حد ما في منسوب الوعي لدى المواطن اليمني بأهمية رصد وتوثيق هذه الحقوق، ولكن أيضا يجب أن لا يمل. هناك أيضا للأسف تحدي كبير، وهو زعزعة الثقة لدى المواطن اليمني بأدوات القانون الدولي بسبب السياسات الدولية أحيانا وغموض مواقف بعض الدول أو حتى بعض الهيئات التابعة للأمم المتحدة، وهذا أمر خطير بالفعل، يفقد الناس ثقتهم بقيم العدالة وبالقانون الدولي وبالتحولات الديمقراطية، بل يفقد الناس أساسا بوسائل النضال السلمي في انتزاع حقوقهم، ويجعل الخيارات أمامهم ضيقة جدا، خصوصا إذا ما أيضا وضعنا بالاعتبار مسألة سياسات التدليل التي تحظى بها ميليشيات الانقلاب ومحاولة شرعنة ممارساتها وتمسكها بالسلاح والعنف وعدم إدانة ثقافة الكراهية والتمييز السلالي والطبقي والعنصري التي تنطلق منها هذه الميليشيات في ممارسة عمليات التدمير والانتهاكات. إذن أشكرك جزيل الشكر أستاذ محمد الأحمدي الناشط الحقوقي والصحفي، كنت معنا في حلقة اليوم، كما هو شكر موصول لكم مشاهدينا الكرام. تجد إشارة في نهاية هذه الحلقة إلى أن القناة لديها برنامجين مخصصين لهذا الموضوع. هناك برنامج الميليشيا مرت من هنا، يعنى أساسا بالمرور وتوثيق حالات التدمير التي حصلت في عدن، وكذلك هناك برنامج لست وحدك المعني بتسجيل حالات انتهاكات حقوق الإنسان على التراب اليمني بشكل عام. بهذا مشاهدينا الكرام وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، تحياتي أنا وجيه سمان وتحيات الزملاء في طاقم العمل الفني والتحريري، إلى اللقاء.